لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنحاول نشوف واحد المشكل ديال الكاردة القصيرة ديال جهة الأيسر، ما تتقرقى بما والو، ما كدير لا تقرقي بلا والو، ولكن السوفلية ديالها مشرقة. مني كطلع يديك المرة على البلاكي داكشي بانت لي مشرقة، وقلت نبدلها كما كتشوفوا، راه ما كاين لا تقرقيب لا والو. حنا غادي نبراكيو كلشي، هذا هو التيست ديال الكوارد كما كتشوفوا، ما كيتقرقب ما والو. الا بغيتي تجرب الكوارد مثلا راه كتجربهم بهذه الطريقه، كتجمع كلشي وتشوف اشنو كاين. حنا غنحاولوا نجيبوا الدوره هنايا وكتكسيري والو كما كتشوف، ما كاين لا تقرقيب لا والو، ولكن السوفليه مشرقه، السوفليه مشرقه خاصها تتبدل. انا مشيت شريت هاد الكيت كومبلي كما كتشوفوا، هاد الكيت كيكون مع الراس ديال الكاردا كما كتلاحظوا. ها سوفليا اوريجينال كما كتشوفوا، كيكون معاها لاغريس ديالها سبيسيال كما كتلاحظوا، اوريجينال ديالها، وكتكون الكوليه ديال الحديد حتى هي دوريجين كما كتشوفوا. ها هي هاد الكوليه راه كتركب، مني كتركب عاد كضايق بواحد البانس، مني كتركبو داكشي كتركبها وتورك عليها بالبانس باش تجمع على السوفليه، باش ما يمكنش هذاك لاغريس هذا يخرج، حيت السوفليه حتى هي راه عندها واحد لا ديوري دو في ديالها، كتموت مني مع السخونيه والبروديه وداكشي كتكرم. انا اللي عاد دير تقطعات من هنا، حنا مني غادي نحلو الرويده وداكشي غادي تشوفوا هادشي. دابا غادي نمشيو نحلو ان شاء الله باش نركبوا هاد السوفليه وهاد الشيء. هي راه ما كتقرقب ما والو، ولكن انا بانت لي مشرقه صافي، حيت الا خليتها هكا مع المده غادي يولي التقرقيب، غادي يخصك راس وتقدر تشري كاردة كامله وداك الشيء. من الاحسن تشري هادو، هاد الكيت دابا انا خديته ب 80 درهم رخيص، 80 درهم وتبقى هاني مع راسك. غنمشيو دابا نركبوه كما كتشوفوا. مني حلينا وداك الشيء راه كنحيدوا هذيك الروتيله التحتانيه، كنحيدو هاد البارسوكوس هادي، ها السوفليه اللي قلت ليكم، ودايرين لي هاد الكوليه هادي. شوف شوف كيما كتشوف، شوف الكوليه اللي دايرين ليها كي دايره، هاديك راه حتى الطوموبيل ملي كتكون غاديه بحال كتولي تفدفد واحد شويه. معايا الكوليه الاوريجينال ديالها، راه وريتكم كي دايره. شو تاني شنو صنع هنا كيما كتشوفوا، هاد الروتيله تا هي ميته، غنبدلوها كتلعب. هادي تاهي غادي نمشي نجيبها، غادي نبدلوه ان شاء الله ونركبو الراس ديال الكاردا. شو الكوليات اللي دايرين كيما كتشوفو، ها هو هاد الراس. غنحيدو هاد لاغريس هذا كامل، غادي نيطوايو باش نديرو هاد لاغريس جديد. ها هو كيما كتشوفو، هذا هو اللي غادي نديرو دوريجين، وغادي نديرو شويه في السوفليه، وعاد نديرو الكوليه ونركبوه. بالنسبه لكيفاش كيتحيد الراس، راه عندو واحد السيركليبس كيكون هنا سلك، ها كنضربو شويه كيخرج كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد السيلان بلوك وهاد السيلان بلوك الاخرى راه باقيين مزيانين جداد. ها هاد الروتيله ما عرفتش كيفاش مولاها ما بدلهاش، شو كي دايره هادي حتى هي غنبدلوها. شو كما كتشوفوا راه مطراسين ليكم البلاصه منين كيتحلوا داكشي، ديرهم هاد لاغريس راه سبيسيال دوريجين، كيكون مع الراس ديال الكاردا كما قلت ليكم. شو اللون ديالو كي داير، كيكون فيه بحال الحروشيه شويه. لا ضروري بالنسبه لهاد السوفليه باش كتعرفوا راه ديالها، راه كاينه هاد بحال هاد الروبير تيتخشى هنايا. شوف كدير الكوليه هادي، مني كتركب تا كنركبو بعد هادي في الكاردا هي الاولى،
كتركب هاد السوفليه كما كتشوفوا التركبيه الاولى، نركبوا الراس عاد كنزيدوا نحاولوا ندهنوا شويه لاغريس باش تدخل تزلق تدخل ساهله، او كنركبوا الكوليه كما كتشوفوا هنا اللور ما كدير لا كوليه لا والو. صافي كتبقى هكا، غادي نزيدوها واحد شويه هنايا، وهاد الكوليه ملي كتركبوا داكشي غادي نضايقوها بواحد الباس باش كتشد البلاصه ديالها باش ما تحيد ما والو. كيما كتشوفوا باش كضايق راه خاصها شي لقاط بحال هذا، هذا ما خدامش، هذا كاع مردوم، خاصها شي واحد ناضي باش كيشد من هنا وتضغط، هذا حتى هو ما خدامش، غادي تشدو من جهه غادا تعواج وتبقى. دابا غندبروا على البانس باش يشد علينا من هنايا باش تجي عبار وتجي رايمه مزيان. كيما كتشوفوا كيخص بحال هذا، الطريقه راه بحال ماك، هذه راه جمعناها صافي، ممنوع التحيد ممنوع. وغنرجعوا هذه واحد شويه وحنا سالينا، ونمشيو نجيبوا هذه الروتيله هذه ديال هنايا. كما كتشوفوا بالنسبه لهذه الروتيله راه فيها اليمين وفيها اليسار، مثلا اليسار كتكون ال والجهه الاخرى ار مكتوبه فيها، حيت ماشي بحال بحال الا جينا نشوفوها. شو من هنا هذه كي دايره بحال ميله، حيت هذه الا تركبت للجهه الاخرى راه كدير لك مشكل في الديريكسيون. ها جديده راه حنا كيركب فيها الدري، داكشي راه غادي مزيان كما كتشوفوا مني ركبنا داكشي، الروتيله تاعي هي مزيانه كلشي مزيان، هاد الجلود راه كلشي باقي مزيان، راه درنا ليهم كونترول، هذيك السيلان بلوك كما قلنا، هادو ديال البار ستابيليزاتريس كلشي مزيان. صافي دابا غادي نركبوا الرويده. بالنسبه لهاد الكاج وهادشي علاش ما كاينش، هادو راه خديتهم لهاد الباساج دورو غادي نركبوهم ان شاء الله. وهاد الكيشان هادو اللي كيشدوا الكاج لتحتاني كما كتشوفوا راه كان راكب، دابا يمكن شي نهار بغاو يحيدوا البواطه فيتاس ولا حيدوها يبدلوا الكيت ديال لومبرياج ولا شي حاجه وحيدوهم وما رجعوهمش لا هما لا الكاج لتحتاني. شو دابا الخدمه كي دايره، هما اصلا كانوا كما كتلاحظ ولكن فينا هما ما كاينينش. ودابا غادي نحلوا هاد الباساج دورو الكاج ديال الرويده كما كتشوفوا راه كاع مقطع وداكشي باش كتحرى هاد فيسات، كاين هاد الفيس وكاين هذا وكاين هذا، ورا لامورتيسور راه كاين ولكن ما مركبينوش، وكاينين لتحت كاينين ثلاثه، كاين هذا في الجنب وكاين هذا الفوق في ليزال وكاين هذا، هذا حتى هو ما راكبش كما كتشوفوا. دابا غادي نحلوا هادو كاملين حتى هذا في الباشوك، بعد ما حيدناه كما كتشوفوا شو الوراق ديال الشجر وداكشي داخل من الفوق، ونحيدوا التراب هذا، التراب راه كيتسبب في البوراج من التحت ديال ليزال، غادي نقيو هاد الدنيا كامله كما كتشوفوا. بعد ما حيدنا داكشي نقيناه راه شحال كان هنا لاصق، شحال ديال التراب وشحال ديال هذا، ملي كيوصلوا الماء وكيبقى كيتسبب في البوراج ديال هاد البلاصه، وكنحاولوا نقيو حتى داكشي الفوقاني. وهادو هما الجدادات كما كتشوفوا، راه الصنع ديال تركيا راه باقيين جداد كما كتشوفوا. مني ركبناها وفيكسينا داكشي، ركبنا كاع الفيسات وداكشي، كل حاجه ركبت في بلاصتها، داكشي راه مزيان. وهاد التقيبات هادو غادي نديرو ليهم السيليكون وداكشي ولهاد التحتانيين باش ما يدخلش الماء، ما تبقى تدخل حتى حاجه، حيت الماء هو اللي كيتسبب في داكشي كما كتشوفوا. هاد الفيسات كاملين ركبناهم، وديك الحاشره كتدخل لداخل راه ما كتجيش خارجه من فوق ليزال، وصبغنا حتى هاد الليتري كما كتشوفوا بهاد الصباغه هادي كانوا كاع مكرفصين. بعد ما حيدنا الغياسه ديال هاد الدجاج وشحال ديال الترابات وداكشي، وهاد التراب راه كينزل حتى من الفوق حيت كاين واحد الثقوبه كتخرج الماء وداكشي من جهه الدجاجه، حتى هو كيساهم في التجمع ديال التراب، نقيو حتى هو كامل ونعاودو نرجعو. كما كتشوفوا بعد ما نقينا داكشي ها هو كيفاش ولا، راه كنمسحوه مزيان بالشيته وداكشي، ودرت هاد البروس ميطاليك كما كتشوفوا حتى هي، وهاد الشيته هي باش خدمت انايا
واش نقيت الدنيا كامله البلاصه اللي قلت لكم كيدخل منها كيجي منها الماء والتراب هذه هي اللي كيجي منها داكشي تاعي. وكنديروا الكونترول كما كتشوفوا، نشوفوا الرويده واش بعيده ولا ما بعيداش، ولا كنبراكيو وكنشوفوا وكنعاودوا نبراكيو للجهه الاخرى. كلشي كما كتلاحظوا كما كتشوفوا هنا الرويده بعيده، كاينه المسافه حيت هي راه ملي كيتحيدوا لها دوك الفيساج كتروم الرويده هنايا وكتكال. دابا كاينه المسافه الكافيه كما كتلاحظوا، واخا تجمع الرويد كلشي تتبقى. وكما كتشوفوا داك ليتري اللي صبغنا راه كيبان احمر داكشي مزيان. نشوفوا الجهه الاخرى حتى هي، ها هي حتى هي راه صبغناها وقاديناها، ركبنا لها حتى هي الباساج دورو ديالها. داكشي راه متقون كما كتلاحظوا، كل حاجه راكبه في البلاصه ديالها. وهاد الفيس راه مهم، هو اللي كيخليها ترجع للور. وكندير واحد الفيس لتحت حيت لما كانوش هادو كتقلب كتقرب الرويده وكتكال. هذه هي النتيجه النهائيه كما كتشوفوا، راه كتجي كتبري هاد الماسطيره، وديك الباساج دورو كما كتشوفوا راه مزيانه، وراه كتحافظ على الطوله وكتحافظ على داكشي من البوراج وكتحافظ على الانتيركولير حيت كاين في هاد الجهه باش ما يتوسخش وداكشي، كتحافظ بزاف على بزاف ديال الحوايج. والجهه الاخرى، الجهه الاخرى كتحافظ على الكلاكسون، كتحافظ على الطوله، كتحافظ هذيك كنقولوا ليها حنا الغياسه، مهمه بالنسبه للطوموبيل، ضروري خاصها تكون الواحد يفيريفي مره مره حيت هي راه علاش كتكال من هنا كيترخفوا لها ديك البولون ولا كيحل شي واحد ويعاود يردها او كيخليها مدلدله. ملي كتبراكي حتى لهذيك الجهه كتكال من هذه البلاصه. دابا راه زيرت انا كلشي مزيان ودورت الرويد كما شفتوا داكشي، راه كلشي مزيان. والسوفليه تاع هي راكم شفتوها، راه ركبت كلشي وداك بالكولي ديالها اوريجينال. وبالنسبه للاغريس، لاغريس ديرو هذاك اللي كيكون سبيسيال كيكون مع الكيت، ماشي ديرو داك لاغريس العادي. دابا داك لاغريس العادي ما خدامش، وكاين اللي كيقويه بحال هاد الجهه نصت فيها فايتين مديرين لاغريس ومقوين السخير شويه مع الجناب، خاصك دير على القياس ودير لاغريس ديال الكوارد ماشي اي لاغريس. ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم.